لسه مستمرين معاكم بعد هذا اللقاء الساخن جدا واللي انتهى بفوز الاهلي 1-0، ونشوف ابرز الحالات التحكيميه مع النجم الحكم الدولي السابق كابتن احمد عوده. منور الدنيا تمام. ربنا يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ماذا تحمل في جعبتك؟ الاول لازم نقدم طاقم الحكام. يلا. حكم وسط محمود البنا، الحكم الدولي طبعا من كفر الشيخ، ومن الحكام اللي ماشيه بخطى ثابته الحقيقه، من الحكام اللي عجباني جدا من الاول، وانا بحبه بصراحه، وانا من اول الناس من حوالي 5 سنين انا اول الناس اللي راقبته في ماتشين صعبين جدا، واديته تقرير كويس جدا جدا جدا، يعني الحقيقه من الحكام الكويسه جدا. حكم هادي ورزين. بالظبط. المساعد الاول يوسف البساطي، والحقيقه كان في اختبارات عليه كتير النهارده وهنشوفه. هنشوف حكم دولي. حكم دولي لا، هو فيه هتحاسب اكتر من حكم. هو الاثنين الحقيقه اختبروا، الاثنين المساعدين. يوسف البساطي حكم دولي مساعد من منطقه دمياط. الحكم الثاني اللي هو المساعد الثاني شهاب راشد من منطقه الجيزه، حكم درجه اولى، من الحكام اللي برضو ادائها كان جيد جدا. مجدي خاطر حكم رابع من منطقه الايوبيه. محمد حسن حكم اضافي اول من منطقه اسماعيليه، ومحمد يوسف حكم اضافي ثاني من منطقه الغربيه. تمام. طاقم الحكام. تمام. حضراتكم زي ما انتم شايفين ده الطاقم التحكيمي لمباراه بتروجيت والاهلي. نشوف الحالات. الحقيقه ما كانش فيه، يعني الحقيقه الاداء كان عالي جدا، فالحاجات اللي ما لقيناش حاجات كتير. الحاجات اللي جايبينها حاجات هي فيها ايجابيات طبعا وفي سلبيات، فحاجات بسيطه يعني ما كانتش فيه. تمام. ما اثرتش على لا لا خالص. لا 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 لا، ما فيش تاثير. الاداء كان عالي جدا. أوكي. جدا. بل بالعكس، في كفاءات، في العاب هنشوفها دلوقتي كانت عاليه جدا جدا، خاصه المساعدين. يلا سمير، هات لنا الحاله الاولى مع الكابتن عوده. نشوف الحاله الاولى قدام حضراتكم اهي. يا ريت. اتفضل يا كابتن. يا اول حاله نشوف كده. اللعبه دي يا ريت نشوفها تاني، الكاميرا جايه من بعيد. أنا برضو من هنا مش هتوضح برضو. هل هنا شوية. في هل هنا بقى باين ان في تلامس او لا؟ مش باين خالص. هي لازم المخرج كان يقرب لنا الصوره. لا بس باينه يا كابتن اهي. انا باينه اهي. لا انا مش باينه لي يا كابتن. لا انا باينه لي، مش باينه، ما فيهاش حاجه. انا شايف انا عشان كده عشان كده بقول ايه، ان الحكم كان صح 100%. تمام. لان تمام. انا شايف الكاميرا جايه من بعيد ومن زاويه مش هي. انا كنت شايف فيها بصراحه. انا شايف انها يعني انا اتفق مع الحكم. هي مش باين. لا هي مش باين. هل الرجل خدت الرجل دي ولا لا؟ مش واضحه من هنا خالص. ماشي. فانا هتفق مع الحكم فيها. ماشي. طالما كسبنا يا جماعه بقى نتفق. مش مشكله. ماشي. انا متفق معاك. نشوف اللعبه دي. اللعبه دي التميز طبعا غير عادي. يا ريت تتعاد. نشوف المصري الاول اللي هو يوسف البساطي حكم دولي، يثبت الكره هنا. مين اللي مسابق؟ نشوف بقى مين اللي مسابق. لو احنا عملنا خط، مين اللي مسابق؟ الخط سبحان الله باين لوحده. ايوه. خط ال 18 مبين. بالظبط. المسابق اللي هو المهاجم بجزء بسيط جدا من جسمه، لكن اليد لا تحتسب. معايا؟ يعني اذا كانت الايد مسابقه، لا دي لا، لكن جزء من جسمه، من صدره، الكتف والصدر. الكتف والصدر هو ده اللي مسابق. وبناء عليه هي ده التسلل، وده طبعا تميز غير عادي. ونشوف بص المساعد صعبة جدا. واقف على نفس الخط. فده تميز غير عادي من المساعد. يعني. برافو المساعد. هايل طبعا. لعبه صعبه ولعبه متميزه جدا جدا منه. هاي بصراحه. طبعا. ده مين يا كابتن؟ يوسف البساطي. تمام. من منطقه دمياط وحكم دولي هو. تمام. حكم دولي مساعد. نشوف اللعبه اللي بعدها. برضه نشوف دي. تمام كده. ايوه لثبت الكره. بس معلش نرجع تاني نثبت الكره ولاعب الاهلي وهو بيشوط. اسمع الكلام يا سمير. ماشي. ايوه هنا نشوف وليد ازار. شوف وليد ازار واقف فين. هو لوحده ما فيش غير بيغطيه لاعب بس مدافع. اللي هو ورا وليد. يوجد اثنين اقرب لخط مرماهم من المرمى. تمام. اوكي تمام. يعني لازم يكون في اثنين. دايما احنا بنقول حارس المرمى واحد ثاني. حارس المرمى اذا تقدم يبقى لازم يكون في اثنين مدافعين. بالظبط. وليد ازار هنا تسلل تمام. هو متسلل. اهو ماشي بقى الكره. ماشي الكره. الكره اتلعبت. اخر واحد لعبها مهاجم. هنا تداخل. بص الرايه اترفعت هنا. بالظبط. يعني الرايه اترفعت امتى؟ بص الرايه لحد الان ما اترفعتش. لما تداخل اهو الرايه بتترفع. هايل. المساعد طبعا تميز غير عادي برضو من المساعد دي. وبرافو. لا. وفي يقظه غير عادي. الحكم اللي واقف في الجون.
ما هو لاعب لوحده اصل هما بيسالوني لاعب لوحده، لا لازم اثنين لاعيبه، لازم اثنين اقرب لخط مرماهم من المرمى او على خط واحد. ايه القانون ده بصراحه كده؟ يعني انا ما استفيد من خطا الحارس، الحارس طلع انا ليه ما استفيدش؟ ما حضرتك كده تلغي التسلل بقى خالص. ما هو التسلل دايما ايه، ما بتروح تلاقي واحد بس هو اللي منفرد بحارس المرمى بتقول ده تسلل. صح، لان في واحد بس هو اللي نضيف حاله الجون بس. لا ما بلاش حارس مرمى ولا غير حارس مرمى. تمام ماشي، فدي تميز طبعا من المساعد وهيله. تمام نيجي اللي بعدها نشوف كده، نشوف اللعبه دي تاني. يا ريت هي طبعا من هنا مش واضحه، هو برضه صفر تسلل. انا قلت عليها مش واضحه دي بصراحه، نشوفها تاني. انا قلت عليها شايفين احنا حياديين ازاي او حياديين جدا. نشوف بقى، انا شايف ان هي انا اقرب انها ما تكونش تسلل. ليه؟ تعالى شوف بقى باينه اهي عادي جدا. ايوه لا 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 قبل ما تخرج، قبل وهي ايوه وهي هنا الرجل ديت رجل المدافع ممكن تكون على خط واحد مع المهاجم. نشوف كده، هي الرجل غير الايد لا, لا 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 الايد لا لا يا ريت ايوه كده وهي كده ثبت الكره كده، الرجل مع الكتف اي جزء من الجسم عدا الايد. تمام واخد بال حضرتك. فاحنا هنشوف الرجل هنا والرجل هنا ممكن يكون مدافع الاهلي على نفس الخط، وبالتالي ما فيش تسلل. ممكن كتفه سابق شويه لعيبه روجيت. لا برضو لو بسابق الرجل هي بص هي طبعا هي صعبة جدا صعبة جدا 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 بس ولعبة لحظية. بس على اللي احنا شفناه الحكام دي ماشيين على خط رفيع. وعشان كده انا بقول لك من وجهة نظري كده، انا بقول يمكن على خط واحد ما فيهاش تسلل، ولكن هي لعبة صعبة جدا. المساعد ممكن يكون اقرب ممكن فهنتفق معاه، لكن هي لعبة صعبة مش سهلة. تمام تمام اتفضل نشوف اللعبة اللي بعدها. دي بقى نشوف بقى مشي الحكم. ايوه الحكم هنا تميز غير عادي، هو مشى اللعب ولكن طبعا عكس فاكر ما بقتش فرصه دي قوي. يعني الحكم بتاع ماتش المقاولين لما قلنا تحت الفرصه. ايوه بالظبط كده، هو ده هنا مشي مشاها وبعدين في الاخر لا اهي فيها تهور. بالظبط اللعبه فيها تهور اهي جدا يعني. لا ايه هو برضو عايزين نبين برضو للساده المشاهدين ايه هو التهور. التهور ان انا اخش على اللاعب وفي احتماليه ان يكون فيها خطوره. ده التهور، ده الفرق بين ايه هو الريكليس او الكيرلس. الكيرلس الاهمال والتهور. تمام ماشي. الريكليس اللي هو ان انا بخش على الخصم وفي احتماليه ان يكون فيها خطوره، فهو ده التهور. تمام وهو ده اللي هي اللعبه دي. تمام شوف اللعبه اللي بعدها، طبعا دي تهور وانذار مستحق وانذار سليم. الحكم مشى تحت الفرصه بقى. وبعدين لما رجع تاني مد الانذار. تمام برافو الحكم. تمام طبعا ده تميز يعني. تمام نشوف اللعبة التانية دي. دي اهي نفسها هي. برضو هي هي ظرف ثانية نفس اللعبة. فيها تهور من عمرو السولية وداخل برضو على فيها احتمالية ان فيها خطورة على الخصم. ففيها التهور فيستحق الانذار. يعني انذار مستحق والحكم طبعا حتى الان رائع يعني. التحكيم. نشوف اللعبة اللي بعدها هنشوفها تاني. لا ايه واضح جدا واضح دي تهور بقى كابتن ولا ولا فيها خطوره؟ لا تهور الخطوره بقى هو لم رجليه السلايه لم رجليه. الخطوره بقى لو انا بدخل على الركبه بالستارز او في البتاع ده. انا ما بدخلش بالستارز هنا، انا بخش على الكوره على قصدي على الكوره. لكن هنا بس هي برضه صعبه هنا برضه ما تستحقش طرد يعني. لا 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 بقول انذار طبعا. لا هي مش اكتر من انذار. هو لان هو رايح للكوره. لا انا شايف انها انذار مستحق تماما وسليمه. نشوف اللعبه دي، نشوف دي بقى انا شايف ان دي فاول عكسي. نشوفها بالزبط. تاني نشوفها بالتصوير البطيء تاني او في الاعاده. نشوف كده ايوه بص بقى هنا ايمن اشرف طالع عشان يلعب الكوره، التاني هو بالزبط. اللي عامل له بالظبط يعني هو اللي عامل له قنطره اهو. التاني ما طلعش فانا شايف ان اهي هو التاني ما طلعش. انا طالع وانت عملت لي القنطره. فانا شايف ان دي ممكن يكون خانه التوفيق فيها بس. تمام لكن يعني لا اجمالي طبعا عمل ماتش كويس جدا، اداء راقي. بس ليه زود الوقت؟ والله هو 4 دقائق مستحقه مش مستحقه لكن جدا. لكن اللعبه بقى جت في الاخر ما دخلش في الدقيقه الخامسه يعني. هو لا دخلنا هات لي سمير هات نهايه في الخامسه اعتقد 4 وكسور وده حقه لان في وقت ممكن يضيع في اثناء الوقت دوت. وبعدين كانت هجمه لبتروجيت يعني دايما احنا بننصح ما تنهيش في وسط هجمه يعني ما تنهيش دايما في هجمه الا بقى لو قررت يعني. انا حتى ما كان بيجي كورنر ولا حاجه في حكام اجانب بيصفروا اول ما تيجي كورنر. لا انا بديك انت ثانيه واحده يجي في الجول ايا كان بقى مين معلش بس الكورنر ده لو جه مثلا ما هو الكره متوقفه يعني الكره اصلا متوقفه والمفروض دي كانت تتلعب. انهي كورنر؟
لو جه كورنر مثلا في الوقت ده لا انا بصفر ليه؟ احنا كابتن هنلعب كوره بجد. انا بتكلم على كده، لكن هي اللعبه دي في هجمه لل يعني الهجمه ما انتهتش، يعني الهجمه كانت قبل الدقيقه ما ينتهي اربعه وفي وقت ضايع اصلا في اربع دقائق. تمام. يعني سمعت كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم او بيشتكي او بيسال ليه لا انا قصدي هو الحكم بيصفر، نشوف هو صفر عند الدقيقه كام وكام ثانيه. ليه الحكام الكبار زي حكم النهارده وزي حكم جهاد جريشه ما بيحكموش الفريق الخصم؟ ليه بياخدوا ماتشات الاهلي والاهلي بس، ليه ما بياخدوش اهلي وزمالك؟ ده كان بيتساءل يعني. والله يسأل في هذا رئيس مجلس الحكام لانه هو اللي بيعين. انا عرفت هتقول لي كده. لا لا اصل مش انا اللي بعين اصلا، الله اعلم ممكن تكون في ملابسات في ظروف بتخليه ما بيحكمش الماتش دوت او ده، واخد بال حضرتك. طب تدي البنا كام من 10؟ اديله النهارده مثلا يعني اديله 8.5 9 يعني، اديله درجه عاليه يعني مش اقل من 8.5. تمام ودي درجه عاليه قوي يعني. هو يستاهل بصراحه. ما تعالى انا وانت ناخد شويه اراء كده من متابعي صفحه الاهلي على الفيسبوك. تحت امرك. ندخل شويه بقى في النيات. اتفضل. انت خلاص كده الحالات التحكيميه تمام. ماشي تمام. وقيمنا الحكم وزي الفل. زي الفل. واحنا راضيين يا كابتن. والمساعدين عايز اقول حاجه اشيد بيهم جدا جدا، الاثنين المساعدين اداء راقي جدا واداء عالي لا بصراحه هايلين. وتعرضوا لاختبارات صعبه. هايلين. طيب نتابع شوية تعليقات من حضراتكم. نبيل سمارة بيقول الرجاء قراءة الرسالة، رجلي المباراة ناصر وندفد. انت شفت المباراة؟ شفتها كلها طبعا. بس ما تبقاش مركز انت في رجالة الماتش، بتبقى مركز انا مركز في الحكم اكتر شوية. تمام. ولكن طبعا هم مين خد عينك من لعيبة الاهلي؟ والله يعني حتى انا شايف الاراء كلها ما اختلفتش على ندفد وناصر واحمد الشيخ. تمام. في ابو امير بيقول يا كابتن ميدو وليد ازارو لازم حد من الاداره يقعد معاه. احنا نقعد معاه يعني يا ابو امير علشان نقول له بتضيع اجوان ليه؟ هو بيضيع اجوان، لازم الفيرو يضيع اجوان. بيضيع اجوان كتير شويه لكن ان شاء الله يرجع. انتوا فاكرين وليد ازارو اول ما بدا مع الاهلي كان بيضيع اجوان كتير جدا، بدا يهدف كتير جدا. الفيرو لما بيغيب بيرجع مفتقد الحاسه التهديفيه شويه، لكن طالما بيضيع ان شاء الله يجيب، ما تقلقوش خالص. في نادي بيقول رجل مباراة بدون منافس الجمهور وكريم ندفد. أكيد أنا متفق معاك 100%. في حد كان بيقول إن 500 مشجع من جمهور الأهلي ب 5000 وأكتر كمان. في محمد علي ما تنساش يا ميدو عودة شريف إكرامي القوية. ماشي تمام. وما تنساش مجهود وليد سليمان وشريف، قصدك ايمن اشرف، ورجل مباراه ندفد مجهود وتطوير وغيره واحساس بالمسؤوليه وتحياتي. كلامك فعلا صح يا محمد. برضو شريف اكرامي طبعا نثني عليه ونثني على ثباته في المرمى، وان شاء الله محتاجين كله يرجع فورمه، محتاجين شريف اكرامي يرجع الوحش بتاعنا، محتاجين الشناوي يرجع، وعلي لطفي كمان ان شاء الله يرجع بسرعه جدا يدخل في الفورمه بتاعته. نفسنا ترجع روح الفانلة الحمراء، ده ناصر ابو جلال. والتي تميز الاهلي ورجل المباراة هو كريم ندفد. كريم ندفد برضو احمد فتحي. ماشي. رجل مباراة رقم واحد كابتن سيد عبد الحفيظ، ده محمد محسن. تمام. نبيل سمارة بيقول في الصعاب تظهر الرجال، كريم ندفد مع ثبات المستوى والتطوير. نبيل سمارة. تمام. كله متفق على كريم ندفد. وبعدين ودي حاجه كويسه لانه كان مظلوم قبل كده الفتره اللي فاتت، لان كل ماتش يلعب أوي. في مركز غير في مركز مختلف قوي، فكويس ان هو خد فرصته واعتقد ازاره ورضي عنه الجمهور. دي اهم حاجه. لا انا بصراحه انا دايما بحيي جماهير الاهلي، لان هي لما بتغلط بيطلعوا على الصفحات يا كابتن احنا اسفين يا كريم، احنا كنا ظالمينك كريم. لا انت وكريم قال حاجه يا كابتن في عز ما احنا طالعين بطوله افريقيا، حتى في ناس استغربت يا كريم ده احنا كنا بننتقدك. قال انا استحاله اسيب الاهلي في الظروف دي، مع ان الناس كانت بتنتقده يا كريم ومش يا كريم. فاكر انت الانتقادات بتاعت السنه اللي فاتت بعد خروج افريقيا؟ طلع كتب عنده انا عمري ما اسيب الاهلي في الظروف دي ابدا، الاهلي محتاج لاولاده المخلصين. كانت حاجه جميله جدا، وتحس ان كريم فعلا ندفد هو لعيب كويس. وانا قلت وبقول دايما الانسان اللي بيتعب وبيبذل كل الجهد ربنا بيكرمه في الاخر كرم كبير جدا. بلاش ارجو عدم الاستغناء عن احمد الشيخ، مفيش كلام من كده اكيد. رجب حماده بيقول ندفد حبيبي يا كابتن مين. شكرا يا رجب. في محمد جمال بيقول كريم ندفد بصراحه ثالث ماتش اداء وروح ممتاز جدا. ماشي تمام. محمد علي كتب حاجات كتير جدا. ماشي يا محمد. مصطفى احمد ابو طالب بيقول مباراه سيئه، نحب نشوف الاهلي اخطر من كده وهجوم اقوى، خط وسط يتمسك
يتمسك بالكرة، يعني يمسك كرة نجم المباراة لا يوجد. ليه كده يا مصطفى؟ بس يا مصطفى لأنها مباراة ماشي محدش يزعل لأني أهلاوي، نفسي الأهلي يرجع ومش منتظر صفارة الحكم حتى نفوز. أنا معاك جدا، إحنا قلنا الأهلي بيمر بفترة مش صعبة لكن بيمر بفترة فيها شوية تعثرات، لكن محتاجين ثلاث نقاط بيعيدوا الثقة تاني، بيخلوا الأهلي يرجع تاني، بيبقوا بداية الانتصارات تاني. فمش عايزك يا مصطفى تبقى متشائم، الأهلي معودنا إن هو بيرجع بسرعة جدا لكن الظروف وكل الملابسات، وأنت سمعت سعد الحفيظ بيقول إيه، مش عايزين نقعد نحط على شماعات، لكن إن شاء الله يرجع ويرجع بسرعة جدا، وإن شاء الله مش هتستنى الحكم لما يصفر عشان الأهلي يكسب. إن شاء الله الأهلي يكون عند حسن ظن الجميع. بشكركم على المتابعة، بعد كده إن شاء الله أعمل لكم بقى، يعني كنت مستني الأهلي يكسب بس كده ماتش واتنين، بعد كده نعمل جوائز، نعمل جوائز للناس اللي بترشح والناس اللي بتفوز بالترشيحات، نعمل جوائز إن شاء الله قيمة تكون من لعيبة النادي الأهلي اللي أنتوا بتحبوها. كابتن عودة نورت وشرفت، ربنا يخليك، ودايما كده متواجد معانا في الخير، وإن شاء الله تبقى وشك حلو علينا على طول. ربنا يخليك، شكرا جدا لحضرتك. ده كان نهاية برنامجنا النهاردة معاكم ملعب الأهلي، إن شاء الله الأهلي في انتصارات على طول ما تقلقوش. زي ما قلت لكم البطل لما بيقع بيبقى ليه ألف قومة، والبطل الحقيقي لما بيقع بيقوم بسرعة جدا. مش عايزين نتكلم بقى على اللي فات. نورتوني وشرفتوني، وأشوفكم دايما على خير، مع ألف سلامة.